سلام الله عليكم. ذات يوم التقيت بشاب في إحدى القرى، كان يعرفني جيدا لأنه كان يتابعني على مواقع التواصل، بادر بالسلام وبدأ أنه معجب بي وبما أقدمه. طلب مني صورة سيلفي معه وتبادلنا أطراف الحديث، ثم طلب مني رقم الواتس لكي يتواصل معي لأنه شغوف ومحب لصناعة الفيديو أيضا. استجبت لكل متطلباته ووعدته بأنني لن أبخل عليه بنصائحي وأنني سوف أساعده إن كان بإمكاني ذلك. افترقنا هناك، وبعدها كان يراسلني على خدمة الواتس. أيام قليلة بل بعد لقائنا بخمسة أيام أو أقل، كنت أتصفح الفيسبوك وإذا بي أرى صورته مرفوقة بعبارة إنا لله وإنا إليه راجعون. لم أستوعب الأمر، قمت بالتحري بل وقمت بمراسلته على الواتس، لم يجب. حينها أدركت أنه فعلا توفي. تحسرت قليلا، ولكن تذكرت أنه كان مسرورا في آخر لقائنا، كان فرحا، كان يضحك، كان يشكرني، وقلت في نفسي الحمد لله لأنني رأيته في آخر أيام حياته بشوشا مبتسمة. صديقي، صديقتي، كن السبب في سعادة الآخرين، كن السبب في زرع الابتسامة في وجوه الآخرين، لأنه قد تكون تلك اللحظة آخر لحظة ترى فيها ذلك الشخص. تحياتي.